اليوم الدراسات مستمرة، كون المتحور هذا جديد يتطلب من العلماء أنهم يبحثون أكثر في موضوع فعالية التطعيمات الموجودة حالياً. بعض الدراسات المبدئية تبين أن فعالية اللقاحات أقل في مواجهة المتحور أوميكرون من المتحورات السابقة، بما في ذلك دلتا وألفا وبيتا. ولكن أيضاً هذه الدراسات تبين أن الأشخاص اللي كانوا ماخذين الجرعة الداعمة كانت احتمالية الوقاية من الإصابة أكبر من الأشخاص اللي ما خذوا الجرعة الداعمة. وبالتالي ننصحكم أن أنتم تتأكدون من التطعيمات، وخصوصاً أخذ الجرعة الداعمة في وقتها.